اهلا وسهلا ومرحبا، كيف دايرين؟ بس عليكم شحال هادي ما درت شي فيديو عاوتاني من الزنقه. هما ضروري الا ما فرم الفيديوهات في الزنقه. واحد مولاتي الحراره، واحد مولاتي الشميشه، داكشي سانك سانك. ما علينا، اليوم الفيديو بغيت نديرو بمناسبه احتفال الصديق الصحفي المعتقل السياسي عمر الرضي بعيد ميلاده البارح اللي دار فيه 37 سنة. إطار الحكم الظالم والجائر اللي تصدق ضده بست سنين، ضرب فيها 3 سنين هو في السجن هاد الشاب. علاش أنا بغيت نهضر على عمر الرضي بالضبط؟ عمر الرضي هو شاب يعني عرفته عن قرب، ماشي زعما كنعرفو غير يعني نقولوا في الساحه النضاليه كاسم، مثلا 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 الريسوني ما كنعرفوش مزيان مزيان مزيان، مي كنعرف لونتوراج ديالو، عندي علاقات بلي كوزان ولي كوزين ديالو اللي كانوا معنا، او كنت انا معاهم في لامضياش الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. يعني الشخص ما نقدروا نقولوا ما عمرنا كنا اصدقاء، ولكن كنا نهضروا مثلا فيسبوك ولا بحال هكا، ولا يعني وكنقرا له هذا قبل ما يخدم لا في اخر. يعني شخص ما يمكنش نهضر على الذمه ديالو الشخصيه بكل بساطه، كنعرفوا دابا واش هو فعلا قام بداك الفعل تجاه داك الشخص المثلي ولا مظلوم، ما نقدرش نحكم. فقط انا عارفه بانه بسبب القلم ديالو وبسبب الخط التحريري اللي كان تيكتب فيه في اخبار اليوم، وبسبب هذا هو داك الشيء علاش مشى المخزن كيهبشلو في حياته الشخصيه ديالو. بو 20 هذاك ما تذكروش، انا بالنسبه لي بو 20 هذاك مجرم 100% بدون نقاش. ما نضامنش، ماشي ما لا كنضامن معاه، ماشي ما كنضامنش، ما يمكنش ما نضامنش معاه ونضامن مع الضحايا اولا اللي هما نساء قبل من بو 20. علاش نضامن انا مع بو 20؟ زعما صحافي، وعاود المخوله كان صحافي، وحاج هو صحافي عنده الحق يرتكب جرائم ضد النساء؟ هادشي ما يمكنش. هذا كنت صحافي ومن بعد، وكنت انت هو الله، كنت هو ما نعرف شنو، واش غادي ارتكب جرائم ضد النساء ونسكت ونضامن معاك؟ عمر الرضي هو واحد الشخص تلاقينا في بزاف د المحطات النضاليه، ولكن ماشي هذا هو اللي مهم، حيت هو مناضل، حيت هو عرفتو من تنزيقيه غلاء الاسعار في المغرب، عرفتو في اتاك في لامضياش، الساحة النضالية كاملة ديما عمر حاضر. كنقرا المقالات ديالو من قديم. ف عمر عشت واحد التجربة معاه كشاب صديق. جا عندي واحد النهار ما يمكننا في شي نشاط هكا نضالي ولا شي حاجة، وشربنا قهوة مجموعين وداك الشيء. وكان ديك الساعة كان هو كيخدم كنظن في لايف بي في اجونس فرانس بريس، وكان معاه الصديق ديالو عزيز اليعقوبي، ديك الساعة كيخدم كنظن في رويترز. المهم كتعرفوا عمر كيسكن في كازا، قلت ليه شوف بلا ما تطلعوا لكازا في هذا الليل، اجوبته عندي الدار. كنت ديك الساعة كنت كنسكن في حسان في الدار ديالي، واحد الدار قديمة في زنقة الريش. راه كاينين بعض الاصدقاء والصديقات اللي كيعرفوا ديك الدار. تنسكن في وقت الريش، تنسكن في واحد الكاتخيام ايطاج. هذيك اليمات كنت قلت عندي واحد الشابه فرنساويه، هذيك الشابه الفرنساويه واحد كامي، واحد القزقازه يعني كطير. اقترحوها عليا شي وحدين في الجمعيه مشكورين، نذكرهم بالخير من هنا، راهم عارفين راسهم الا سمعوا الفيديو. قال لك اودي هاد البنت جات كتقرا طالبه فرنساويه
وجايه باغا دير ستاج في الجمعيه باش تجمع واحد المواد البحث ديالها والموضوع علاش كتخدم هذه وهذه، وخصها تبقى حاضره في الجمعيه وتشوف الجمعيه كيفاش كتخدم واوا واش يمكن لك تايبرجيها. قلت لهم من ايبرجيها وتخلص شي حاجه، علاش انا غادي نعطيها نسكنها في الدار فابور على الزعمة، رغم ان الدار ديالي كانت فيها شومبر وحده، يعني عندي واحد لابارتمون فيها شومبر وفيها صالون وفيها واحد طيغاس كبير. قلت لهم الا بغات نعس في داك الصالون فوق دوك الحفه مرحبا، ما نعطيهاش الشومبر ديالي. اتفقنا تعطيني 200 درهم واكله شاربه فيها كلشي، ماكينه الصابون ماكله تاكل معايا كلشي معايا ما عندي حتى مشكل. المهم هي جلست معايا ما كتعطيني لا 200 لا 100 لا درهم واكله شاربه وسقنا حوايجها عجبتها الدار لا طيغاس هادي. هذاك النهار اللي غادي يجي عمر و سميتو عزيز غادي يباتوا في داك الصالون فين كتبات هي، وتخيلوا بنت وهي واخا هي فرفاره زعما شويه ولكن يعني زوينه بالمعنى ديال القرطاسه، باقا صغيره وسفيلت وواحد وكتدور بسليب تور وكتدور بسليب ونعسات تما. هما كل واحد شد الحافه، اصلا الصالون طويل يعني فيه ثلاثه ديال الحوفه كبار، كل واحد شد الحافه. البنت كتدور عليهم بسليب تما فاقور قهوة غير بسليب بغات تنعس، يعني واش اللي مكبوت ما غاديش تجي هاد الفرصه هادي؟ هاد اللي مكبوت ما غاتجيش هاد الفرصه، واصلا ماشي نقولوا غير عندي انا، نقولوا غادي يبقى شاد حاط عليها. بالعكس هذيك البنت ما خلت على من دارت في الجمعيه، انا تنقولها وتتحمل مسؤوليتي فيها، صاحبت مع الدراري، حنا تنقولوا دارت صاحبت مع الدراري وداكشي، حيت انا من بعد دوزت واحد الاسبوع معايا وقلت لها صافي خرجي عافاك انت ما كتخلصينيش، قالت كتاكلي ليا ما كلتيش حر كتاكل بلا خيط كتاكلي ليا وجالسه ما كتعاونيني في حتى شي حاجه، مي من الميناج كنديرو راسي ما كديري والو، يلا بنتي قلبي لك على شي جهه اخرى. صافي بقات كتمشي كتسكوطي هنا عند هذا عند هذا، المهم حتى دوزت واحد المده ومشات. ما علينا هذاك الشيء، انا كنهضر على هاد لانسيدون لان بقى دائما خالد في الدين ديالي، حيت كون كان شي راجل شي مناضل شي شلاغمي شي اي واحد دخل عندي لديك الدار في ديك اللحظه وكاين اصلا انا بعدا غير بالاحساس ديالي ما ندخلش شي اسمع، علاش واخا هي قوريه زعما، بالعكس تقدر هي تتهم شي واحد بالفيول بالاغتصاب، راكم عارفين شحال من وحده اللي هي اجنبيه واتهمت واحد قدر ما يغتصبها ولا اغتصبها ولا ما اغتصبهاش. المهم اذا فينا هو هاد عمر اللي كيتهموه بالتحرش بهذيك هذيك سوا ديزون بين قوسين صحفيه، عاد بنت عمرنا ما كنا كنعرفوها ولا كنسمعوها، صحفيه في موقع لو ديسك، امتى كانت صحفيه ما نعرف، اش من معهد ديال الصحافه متخرجه ما نعرف. انا مراه وكندافع على النساء بواحد النوع ديال التشدد، ولكن القضيه ديال عمر الرضي انا ما غاديش وبناء على قضيه عمر الرضي بغيت نهضر على واحد الموضوع اخر مهم جدا. دابا من بين الملفات اللي خدم عليهم عمر الرضي خدم على ملفات ديال اراضي خدام الدوله على موظفي الدوله ورؤساء الاحزاب اللي استفدوا من اراضي باثمنه رمزيه جدا، والاراضي كتسوى الثمن خصوصا في الرباط والنواحي كراش طرق زعير وديك المناطق اللي هي العقار فيها كيسوى الثمن، ومنهم مسؤولين حزبيين واسماء ده. وخدم على واحد الملف لمده طويله هو ملف الاراضي السلاليه، وبالضبط وضعيه النساء السلاليات اللي هما كيتعرضوا لواحد النوع ديال الحيف في الحق ديالهم في الارث، وكيفاش الدوله كانت كتوضع يدها على ديك الاراضي بتواطؤ مع مجموعه من المسؤولين وحرموا منها هذوك النساء وحرموا منها ديك الاسر اصلا كامله. اذا هادو ملف خصكم ترجعوا ليه، راه كاين راه منشور ماشي ما منشورش باش تعرفوا شكون هو هاد عمر الرضي اللي الدوله بدات كدارت ليه ملف ديال الاغتصاب ودارت ليه ملف التجسس. التجسس عاد بان، التجسس عاد غيبان لكم. علاش هاد الموضوع؟
هذا الموضوع مرتبط دابا غير البارح كتبت واحد المنشور. هذاك المناشير اللي كنكتب مثلا ديال السرد وداكشي، كتبت واحد المنشور على ذكريات عندي في مدينه الشاون. هي تجي واحد السيده كتبت لي واحد التعليق سميتها ام جنات، راه اللي كيدخل فيسبوك ديال ايزاتي لي راه غيبان ليه التعليق، راه باقي لحد الساعه. قالت لي عافاك استاذه، الا ما شو كديروا معانا الناس يعاونونا، بغينا بير ولا بغينا كذا، راه ما عندناش الماء تشرب في الدوار. الماء تشرب في الدوار، فين كاين الدوار؟ تخيلوا فين كاين الدوار؟ كاين في الصويره. الصويره، مدينه الصويره. الصويره مدينه اللي هي المعقل الرئيسي لليهود المغاربه. فين سي اندري ازوراي كيدير المهرجان اللي معتها العمر دابا ديال قناوه، واللي مشينا ليه وعاودنا ومشينا وحضرنا، وحضرت مهرجانات اخرين. انا حضرت الدوره الاولى ديال المهرجان، انا حضرت الدوره الاولى ديال مهرجان قناوه، ماشي غير قبل ما يولي بحال هكذا. والناس باقيين في الصويره كيهزوا الحمار ويمشيو ويسقيو من دوار اخر، وداك الدوار حتى هو الماء عنده كينشف بان من السقاي ديالو، الماء عندهم كيقلال. وهذاك الدوار اللي هضرت لي عليه البنت ما فيهش الماء مساكن، تصوروا ما عندهمش الماء في الديور. تصوروا المغرب 2023 اسرائيل تتعترف بمغربية الصحراء، وغادي تفتحوا قنصلية في العيون. اسرائيل اللي هي الاصل ديال اليهود المغاربه جايه من الصويره. كتعرفوا الصويره شحال فيها من الصويره شحال فيها من هذوك الجدود ديال اليهود المغاربه، جدودهم الاصول ديالهم. كتعتبر الصويره بون، كاينه بطبيعة الحال كاينه مدن اخرى اللي كان فيها الحضور اليهودي بشكل كبير جدا، اللي هي بحال تنغير مثلا، بحال صفرول، بحال هادو خصوصا صفرول تنغير. ولكن الصويره هي اللي بقينا نقولوا دابا الرمز، هي عندها واحد الرمزيه. كيفاش باقي المواطنين مغاربه وهذوك المغاربه بحال والو، قدروا يكونوا عندهم شي حتى هما شي جدود يهوديين كانوا. فهاد الناس هادو مساكن ما عندهمش الماء. امتى تخيلش انا هاد القضية ديال بنادم 2023؟ انا كان كيسحب ليا المغرب حسم مع جوج الحوايج، حسم مع المدرسة الابتدائية وحسم مع الماء قبل الضوء. كنعتقد بان كان تعميم ديال الماء الشارب في المغرب كامل، جميع الدوابر والمناطق النائية كيف تم تعميم المدرسة الابتدائية. فإذا بيا تنكتشف دونك السيدة، انا السيده ملي كتبت لي التعليق صحاب لي اول مره حتى تكتب لي، وانا كتبت البارح، ولكن اليوم دخلت للخرسونة القضيه. هضرت معايا السيده في افريل، هضرت معايا في افريل، وانا بحال تجاهلت، بحال ما صدقتهاش ولا ما نعرف ولا ما عرفت، كنت في شي حاله نفسيه ما بغيش نتبع الملف زعما. وهذا ومن افريل ديك الساعة، وهذا راه ماشي غير هاد العام، با 2023، مي كنظن من قبل 2023 قبل 2022 وهما عندهم هاد المشكل ديال الماء. دونك مع الأسف بلادنا خصها الشيء الكثير. وملي كاينو ضي صحفي بحال عمر راضي يهضر على بحال هاد القضايا اللي هي الناس كتستافد وكتغتني، بينما جزء اخر كياكل العصا حتى الماء الشروب ما عندوش، كينوضو يقولوا ليه شنو اجي ندخلوك للحبس. لذا الحريه لعمر، الحريه لكل معتقلي الرائيل في حراك الريف كلهم، كل واحد بالاسم ديالو، لا الزفزافي ولا النبيله حمجيق ولا جلول، ونتمنى ما ننسى حتى شي واحد من الاسماء. كل التضامن مع الريسوني ومع كل معتقلي الراي في المغرب، اللي هما فعلا كانوا كيعبروا على الراي ديالهم
بكل مصداقية وكل موضوعية بعيدا عن حسابات إيديولوجية أخرى، وأقصد على رأسها التحالف الإسلامي اليساري. أنا ما كيشرفنيش أنني نضامن مع واحد كينتقد النظام المغربي هو دير تحالف مع واحد إسلامي، راه معروفين شكون هما بلا ما نذكرهم. هذاك يدبر محاينو، تضامني ولا عدم تضامني انا ما عنده ما ينفعه ولا يضره اصلا. هذاك التضامن كنعبروا فيه على الموقف ديالك الشخصي، ما مجريات الاحداث صعيب نغيروها حنا بموقف او بكلمه او الى اخره. اذا الفيديو ديال اليوم هو هذا، ونعاود الحريه لعمر وعيد ميلاد سعيد عمر. انت ديما في قلوبنا، ديما في ذاكرتنا، ديما تنحترموك وديما تنفتخروا بك. وكنتمنى ان النظام المغربي يدير عقله ويحط الحكمه ويطلق سراح هذا الشاب هذا، لان اعتقاله هو عار، يعني هو وصمه عار في جبين مغرب ما يسمى بمغرب الحريات. ما كاين لا مغرب الحريات ولا الحريات، غادا كتقمع، الخوف كيتزاد في الواقع وفي مواقع التواصل، وهادشي ماشي في صالح المغرب، ماشي في صالحه للاسف. اتمنى الحريه يعني لجميع المعتقلين، والعمر بالخصوص. والى اللقاء في فيديو اخر.